طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات والتي سوف تظهر أسفل الشاشة. 20 عاما على غزو واحتلال أفغانستان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، تنسحب اليوم وبسرعة تاركة وراءها حلفائها وعملائها من الأفغان. فما الذي دفع واشنطن على هذه الخطوة؟ 20 عاما تعود حركة طالبان لتمسك زمام أفغانستان مرة أخرى، فكيف لحركة إرهابية كانت تقول عنها واشنطن تسمح لها اليوم بالعودة؟ أين الجيش الأفغاني الذي صرفت عليه واشنطن عشرات المليارات من الدولارات والبالغ تعداده 300,000 مقاتل؟ أين ذهبت التدريبات الأمريكية لهذا الجيش على مدار 20 عاما ليهرب بسرعة البرق دون إطلاق رصاصة واحدة؟ لماذا غادر أو هرب الرئيس الأفغاني أشرف غني ومعه معاونوه وشركائه السياسيون؟ هل انتهت اللعبة الأمريكية أم خسرت أمريكا في أفغانستان؟ وبين المنطقة الخضراء في كابول والمنطقة الخضراء في بغداد يتساءل البعض، هل يتكرر السيناريو الأمريكي في العراق أم أن العراق مختلف في السياسة الأمريكية؟ وهل ما زال هناك من يعول على السياسة الأمريكية في العراق وفي المنطقة بعد درس أفغانستان؟ كل هذه التساؤلات وأكثر نناقشها معكم في حلقة اليوم بعنوان بعد أفغانستان، هل ما زال هناك من يعول على السياسة الأمريكية؟ دعونا في البداية نشاهد ما الذي حصل منذ يوم أمس وصباح اليوم في مطار كابول. طبعا الناس هناك تجمعت، من قالوا بأنهم من الذين كانوا يتعاونون مع القوات الأمريكية في أفغانستان ومن الذين يتخوفون من طالبان، تجمعوا بالآلاف في مطار كابول للهروب من أفغانستان. دعونا نشاهد هذه الصور. نعم، نشاهد هذه الصور من مطار كابول صباح هذا اليوم. القوات الأمريكية متجهزة في المطار، وهذه صور لآلاف من الأفغان يحاولون الهروب من كابول. صور صادمة سوف نشاهدها بعد قليل. أعداد كبيرة تركتهم الولايات المتحدة بين ليلة وضحاها. دعونا كذلك نشاهد لقطة الهروب وتمسك الكثير بطائرة أمريكية، طائرة نقل عسكرية. هذه الصور، هذا المقطع يعتبر من أكثر المقاطع مشاهدة يعني عبر منصات التواصل الاجتماعي، كيف يريدون التشبث بأسفل الطائرة. هذه الطائرة الأمريكية، قال البعض على منصات التواصل الاجتماعي بأن هؤلاء كانوا يعملون مع القوات الأمريكية أو مع الميليشيات التي كانت في أفغانستان. طبعا هناك من تمسك بالطائرة، ونشاهد الآن سقوط عدد منهم والطائرة تحلق في السماء في صور صادمة هزت العالم وتحدثت عنها وسائل الإعلام خاصة الأمريكية، متسائلة أين هي حقوق الإنسان التي تدعي بها الولايات المتحدة الأمريكية والتي قالت بأنها جاءت من أجل تخليص الشعب الأفغاني قبل 20 سنة من ظلم طالبان، كما قالت الرئاسة الأمريكية في ذلك الوقت في عهد جورج بوش الابن عندما أعلن سيطرته على أفغانستان وطرد طالبان التي كانت مصنفة إرهابيا. ولكن بعد 20 عاما أصبحت طالبان تجلس وجها لوجه مع الولايات المتحدة الأمريكية وتتفاوض معها، وكان الانسحاب الأمريكي سريع. طبعا كذلك من الصور اللافتة للنظر
والتي أثارت الكثير من الجدل بأن الولايات المتحدة الأمريكية أو الجيش الأمريكي في أفغانستان قام بأخذ أجلكم الله الكلاب، حتى أن وسائل إعلام أمريكية تساءلت أليس من المفترض أن يتم أخذ من كان يعمل مع الجيش الأمريكي من الأفغان قبل الكلاب؟ دعونا نشاهد هذه الصور كما نشرتها أو قناة ABC الأمريكية. قاموا بإجلاء الكلاب أجلكم الله قبل الذين كانوا يعملون معهم أو المتعاونين معهم، بحسب ما تناقلته هذه الصورة أخرى لكلاب التدريب أو كلاب الحماية التي كانت تستخدمها القوات الأمريكية. نعم، يعني هذه الصور أثارت كذلك صدمة بعد صور تشبث الكثير من الأفغان بالطائرة الأمريكية عند إقلاعها من مطار كابل، وكيف بأن هذه القوات الأمريكية تجلي الكلاب أجلكم الله قبل الإنسان، قبل من كان يتعاون مع القوات الأمريكية. والناس على منصات التواصل الاجتماعي قالوا بأن هذا ليس بجديد على الولايات المتحدة الأمريكية، ومنهم من قارن بين انسحاب القوات الأمريكية في سبعينيات القرن الماضي في فيتنام، وكانت حرب مكلفة جدا للقوات الأمريكية في ذلك الوقت وانسحبت، وقارنوا بين هذه الصور التي سوف نشاهدها كيف أن فيتنام في سبعينيات القرن الماضي، وكيف بأن هناك من الذين كانوا يعملون للقوات الأمريكية يهربون، يحاولون الهرب مع الأمريكان، والصورة تتكرر لطائرة الشينوك في عام 2021 في أفغانستان وبالتحديد في العاصمة كابل. هذه الطائرة الشينوك من على السفارة الأمريكية وهي تقوم بإجلاء الموظفين هناك. يعني رواد مواقع التواصل الاجتماعي شبهوا بين هذه اللقطة وهذه اللقطة وقالوا ليس بغريب على القوات الأمريكية أن تبيع حلفائها، وما زال التساؤل هل ما زال هناك من يعول على السياسة الأمريكية إن كان في العراق أو في المنطقة؟ ربما يقول قائل المقارنة ليست صحيحة. نعم ربما، ولكن تطرح التساؤلات ويطرح الكثير من هذه التساؤلات، ويطرح الجمهور العراقي والجمهور العربي والجمهور الإسلامي بل العالمي حول قوة الولايات المتحدة الأمريكية، وحول يعني ما الذي حققته الولايات المتحدة الأمريكية خلال 20 عام من غزوها واحتلالها. صرفت 100 مليار دولار على تسليح وتدريب الجيش الأفغاني، 300 ألف من المقاتلين في الجيش الأفغاني هربوا، لم يطلقوا رصاصة واحدة، وهذا أمر يعني غير معقول. كذلك الرئيس الأفغاني أشرف غني كذلك يوم أمس غادر أفغانستان تاركا أفغانستان، يعني هو قال وادعى بأنه يعني غادر من أجل حقن الدماء كما قال، لكن هذا أمر يطرح الكثير من التساؤلات. ما بنته الولايات المتحدة الأمريكية إن كان في أفغانستان وفي العراق من استشارة أو تدريب لهذه الجيوش، يعني هذه جيوش هشة أصبحت كما يقول الكثير من الكتاب والكثير من المراقبين في الصحف وفي القنوات التلفزيونية. لا يعقل 300 ألف. ودعونا نستمع إلى تصريح الرئيس الأمريكي قبل فترة قصيرة، يعني قبل أيام فقط، حول الجيش الأفغاني وبأنه مدرب تدريب جيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه قادر على صد الهجمات وحماية التجربة الديمقراطية في أفغانستان التي ذهبت مع الريح. دعونا نشاهد ما قاله بايدن قبل أيام حول الجيش الأفغاني. Well equipped, as well equipped as any army in the world, and an air force, against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable.
نعم، يعني ربما كانت الترجمة يعني مع خط الأخبار، ولكن هو قال بأن 300 ألف من الجيش الأفغاني قادرين على حماية أفغانستان، وأنهم تلقوا الدعم والتدريب الكافي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنهم اختفوا، ذهبوا، لم يطلقوا رصاصة واحدة ضد الطالبان. كيف يمكن الوثوق بالولايات المتحدة الأمريكية بعد أن كانت تصنف طالبان بأنها حركة أو تنظيم إرهابي، اليوم تسلمها الحكم في أفغانستان مرة أخرى؟ فهل يعي الدرس من هم في العراق أم لا؟ معنا عبد الرزاق من بابل. عبد الرزاق، أكيد أنت شاهدت ما حصل في أفغانستان، هذه الأحداث المتسارعة، هل ما زال هناك من يعول على الولايات المتحدة الأمريكية، على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، على حماية الولايات المتحدة الأمريكية؟ الولايات المتحدة الأمريكية حالها كحال أي دولة في العالم، تبحث عن مصالحها فقط. تفضل عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. عندنا مثل دكتور عمر، نعم، يقول ثوب الإعارة ما يدفي. نعم، فالاعتماد على الدول الأجنبية هذا أسلوب خاطئ، لأنه الدول الأجنبية أهم شيء مصلحتها. نعم، فكر مصالحها، ما تفكر مصالح الشعوب اللي بحجة التحرير أو الديمقراطية، هذه شيء ثاني، أهم شيء مصالحها. نعم، فاللي شفناه البارحة صراحة بدولة أفغانستان هذا درس لكل العملاء، يعني الدرس واضح لكل العملاء وكل من يعتمد على الدول الأجنبية وقوة الدول الخاطئة. دكتور عمر، نعم، بالنسبة لسقوط دولة أفغانستان، يعني بحسب رأيي ثلاث عوامل. نعم، وهي العوامل مشابهة، وأما بشرك أقول لك يعني العامل المشترك بين أفغانستان والعراق هو أيضا المنطقة الخضراء. العوامل يا دكتور عمر، أولا الفساد اللي نخر الدولة الأفغانية، وبالأخص بالأجهزة الأمنية، بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية. فالمقاتل الأفغاني من دخل بيشاف الفساد، فبعد ما يؤمن بقضية يعني دفاع عن بلده، وهذه لأنه يشاف العملية مو حقيقية اللي دافع عنها دائما المقاتل، من يدافع يؤمن بقضية، فمن شاف الفساد وشاف الرؤساء مالته أو القادة قولهم يختلف عن فعلهم، فما يصير عنده إيمان بالدفاع عن 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 بلده أو عن وجوده. الشيء الثاني يعني يكون الولاء للمال وليس للعقيدة أو للوطن. نعم دكتور. الشيء اللي أريد أكد عليه قبل أن أنتقل للعامل الثاني، نعم، هو هروب الرئيس الأفغاني، هذا الهروب المخزي يعني صراحة، يعني اللي خان بلده. وش أخذوا يا دكتور عمر؟ أخذوا يا الفلوس. يعني أنت لما تكون مسؤول عن شعب، أنت المفروض تكون آخر من إذا البلد أو المواطن غادر، أنت آخر من يغادر. لكنه دول عملاء يا دكتور، وهاي النتيجة يعني المخزية، واللي شفناها للشعب الأفغاني صراحة والله ما نتمناه من سقوطهم من الطيارة وحاطتهم بالطيارة. صور صادمة ومؤلمة. نعم 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 دكتور، أقول لك صور صادمة ومؤلمة. والله مؤلمة. نعم، والله مؤلمة بكل معنى الكلمة. نعم، الشيء الثاني هو الدعاية الإعلامية. الدعاية الإعلامية أخذت أثرها لحركة طالبان. فشوف يعني أنا ذكر مقولة للإمام علي السلام الله عليه، سألوه قالوا له أنت ما تقدم على شخص إلا يعني تقتله، قال لهم ما قدمت على شخص إلا وعاني عن نفسه. فالحركة الحركة الطالبانية الدعاية مالتها قوية، ومثل ما شفنا داعش من دخل العراق
كانت الدعايه كلش قويه. فالبارحه اللي دخلوا كابل 1000 نفر من طالبان، 1000 نفر، 1000 نفر مقابل 300,000 من القوى الامنيه، ما حركت ساكن. فالدعايه الاعلاميه ايضا لها تاثير يعني كلش قوي. فأما بالنسبة للمقارنة بين العراق وأفغانستان، يا دكتور عمار ماكو وجه مقارنة. العراق بلد حضارة، والشعب العراقي بالرغم من الويلات واللي صارت عليه من التسعينات لحد هذا اليوم، لكنه يبقى الشعب العراقي بلد حضارة. الشعب العراقي مو أصولي ولا متطرف، الشعب العراقي مثقف صاحب حضارة. فهذه دائما انت شوف الاصوليه، الفكر الايديولوجي المتطرف يظهر من الدول اللي معها حضاره. يعني احنا نعرف ايران، ايران مو 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 حضاره، ايران امبراطوريه. وشوف الفكر اللي انتقل للبلدان المحيطه لهم ومن ضمنها العراق. يعني احنا من 2003 نشوف الفكر يعني المتخلف، التشهيل للشعب. يعني لو انسحبت الولايات المتحده الامريكيه من العراق بهذه السرعه، الا تعتقد بانه سوف تصبح هناك فوضى، سيطره جماعات مسلحه، سيطره فصيل مسلح موجود في الصدارة الآن، أو تكون هناك فوضى؟ يعني ليس له الأمر، ليس الموضوع موضوع له علاقة بالحضارة بقدر ما هو موضوع آني، موضوع واقع الحال الذي سوف يحصل. أنت أشرت إلى نقطة مهمة وجعلتها يعني نقطة مقارنة، بأنه سبب هذا الانهيار السريع من قبل الحكومة أو الجيش هو بسبب الفساد، ونحن في العراق نعاني هذا الفساد، وحصلت مع الأسف في الموصل في قبل 6 سنوات عندما يعني انسحب الجيش بأوامر من نوري المالكي رئيس الوزراء في ذلك الوقت، وحملته اللجنة البرلمانية في ذلك الوقت في تقرير موسع بأنه هو من أعطى الأوامر بالانسحاب. فإحنا هم أصحاب تجربة، يعني الأمر يعني إحنا ما نريد نخوف، ولكن يعني هذا واقع الحال. دكتور، بالنسبة للتجربة المريرة اللي مرينا بها، تجربة نعم. داعش صراحة يعني احنا ما نقدر نعطيها بانه هذا اكثر من حجمها. اليوم الشعب العراقي اكثريته وعى، نعم. وعى المخططات الاجنبية والذيول الداخلية يا دكتور عمر. نعم. يعني احنا بالامس يعني كنا نصور بانه الحشيد وما اعرف ايش هو شو مثل ما تقول ثروه وطنيه، لكنه تبين غير ذلك. وبنفس هذا بالمناطق الغربيه يعني كانوا يتصورون بانه دخول داعش راح يعني يحميهم من الميليشيات وغيرها، لكنه ثبت لهم غير العكس. فاليوم المنطقه الغربيه والمنطقه الجنوبيه عرفوا بانه لا الميليشيات يفيدهم ولا داعش يفيدهم. فاليوم المواطن العراقي يا دكتور عمر صار عنده وعي، صار عنده شلون مثل ما تقول انتقاله للاحسن. نعم، رافض يعني رافض للتشدد، وهذه نقطه ممتازه. نعم، اشكرك. انا اشكرك اخي عبد الرزاق من بابل. ابو علي من بابل كذلك، تفضل ابو علي. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو علي، بعد ما جرى في أفغانستان من انسحاب القوات الأمريكية وانسحاب الحكومة وانسحاب الجيش، هل ما زال هناك من يعول على السياسة الأمريكية في العراق، في المنطقة، في العالم؟ مقارنة فاشلة. شلون؟ احنا العراقيين هاي مقارنة، احنا بالأرض الله ثبت سماء، أأمن دولة بالعالم اليوم هو العراق. يعني عنده حاضنة شعبية وحاضنة دينية أقوى من كل الدول حتى من أمريكا، وهذه مقارنة فاشل. ولا كان الأفغانيين يعودون على هذا، فداعش أقوى من عندهم هزمناها. مقارنة فاشلة. احنا 1400 سنة صارنا بالعراق ما قبل الإمام. احنا شيعة ما ننهزم، ننقتل بالميدان أم ما ننهزم. هاي الهزيمة لكم ولحلفائكم آل سعود. احنا عراقيين ابو علي، وهذا نفسك الطائفي
ابدا ما مقبول. عيب عليك، عيب عليك، واستحي واستحي على شيبتك. عيب عليك، عيب عليك. لا خلص، شوف انا دا اطرح تساؤل. انت طائفي، انت انسان طائفي، والطائفي ظل طائفي الى ما يفوت القبر، ما يفيد بالحكي. احنا دا نطرح تساؤل، بس هذا التساؤل للناس الواعية وليس للطائفيين اللي عندهم امراض نفسية. يا ابو علي، انت يوم تطلع لي ابو احمد، انا اول ما قلت له لقفتك. مرة تطلع لي ابو احمد يعني تكذب، هم تكذب. مرة تقول ابو علي، مرة ابو احمد، مرة ابو محمد، مرة ابو منو، مرة من بابل، مرة من الكود، مرة من الناصرية. دعب عليك، استحي. صباح من بغداد كان معنا. يعني انت ذيل الايران، عبالك كل العراقيين ذيول غير بلدان. هذا اللي انت تظنه انت وجماعتك، هذا الاعتقاد اللي عندك انت. نعم، هو لو مو الامريكان انتوا تلزمون حكم، وين تلزم حكم؟ انت يعني لا اقصد طائف او مذهب في العراق ابدا، لكن انت اللي جيت مع الدبابه الامريكيه مثل هذا العامري وغيره وغيره من هذه الشخصيات. هم لو مو الامريكان انت تجي تلزم حكم؟ هسه طلعوا الامريكان كلكم تنهزمون. هذا واقع حال، هذا الواقع الحال. صباح من بغداد. بس اخي صباح، اذا وياي بس اشوف الصور، اشوف صور لقاء بايدن مع اشرف غني الرئيس السابق لافغانستان. هذا طبعا اللقاء صار بنهايه شهر 6، يعني صار له شهر وشويه هذا اللقاء. واكد بايدن على دعم الحكومه الافغانيه وعلى تقديم كافة الدعم للقوات الأفغانية وللحكومة الأفغانية، لكن هربت هذه القوات الأمريكية بعد 20 عاما. هربت، اتفقت، بغض النظر، خلص انسحبت القوات الأمريكية، عاد الطالبان من جديد، يعني كأنه لم يفعلون شيء. وهذا ما الحديث اليوم يدور في الدوائر الأمريكية، في القنوات الأمريكية، لدى الجمهور الأمريكي. ليش لعد احنا رحنا وماتوا من ولدنا آلاف مؤلفة وخسرنا؟ يعني يقدر فقط تقدير التقدير تكاليف الحرب تريليونين و260 مليار دولار، هاي اللي صرفتهن أمريكا خلال 20 سنة. تريليونين و260 مليار دولار. معنا صباح من بغداد. صباح، هل ما زال هناك من يعول على السياسة الأمريكية بعد أفغانستان؟ طبعا التجربة الأمريكان في أفغانستان يعني خير دليل على أن الأمريكان يعني محتلين وين ما يكونون، هم مو ببلدهم، مو بأمريكا، يعني سواء بالعراق أو أي دولة يصيرها قواعد عسكرية أو أفغانستان، هم محتلين. تجربة أفغانستان هذا يدل على أن أمريكا ما عندها يعني ما عندها اتفاقيات ولا عندها عهد مع أي دولة تشكلها. مثلا أعطت دعم وتسليح إلى الأفغانيين، الحكومة الأفغانية صار لها 20 سنة تجهز بهم بالسلاح والتدريب والقواعد العسكرية وسلاح أمريكي ب 830 مليار دولار بس التسليح. زين، بليلة وضحاها تم اتفاقية سرية بينهم بين طالبان وينسحبون من بدون قتال الأمريكان. وكانوا إرهابيين وخسروا. نعم. أكثر. نعم. أكثر من طالبان. علش حاربوهم العاد؟ طالبان هي ضد تنظيم القاعدة وضد تنظيم داعش الإرهابي. نعم. وما عندها أي تبني لأي تفجير صار بالعراق. يعني احنا ما شفنا أذية لغاية 1991. من 1991 لغاية قبل أسبوع طالبان رجعت بقوة بدون قتال، لا الأفغان، الجيش الأمريكي اللي تدرب، الجيش الأفغاني تدرب والسلح. نعم. ما قاتل الأفغانيين والأمريكان انسحبهم، حتى شفناها يعني شيء مخزي أن بدون قتال انسحبت من قواعدها إلى مطار كابول، وشفنا الطيارات وشفنا عملائهم ذول اللي كلهم صعدهم على أجنحة الطيارة وسلقهم على الطيارات والهوسة مالتهم بالمطارات خوفا من طالبان. هذول كلهم كانوا موالين إلى الأمريكان، للعملاء. نعم. الأمريكان. هذا خير دليل لابو علي
وربع ابو علي الولائيين اللي هسه حكى خير دليل على الامريكان ما بيهم امان. اذا هسه مثلا الولائيين والحشد اي خطيه هو موالي لايران عبال العراقيين الباقيين موالين نعم الغير دول الولائيين مساكين. مثل ابو علي وهيئه الحشد والحزب الدعوه ومجلس الاعلى والصدريين كلهم يطالبون بانسحاب القوات الامريكيه من العراق. يعني ما شفتوا هاي التجربه اللي صار لها اسبوع ان الامريكان اذا انسحبوا منو بعد لكم غطاء جوي او دعم او تسليح او غيرها. فاحنا هاي التجربه المفروض كل عميل مثل ابو علي وربع الولائيين مفروض تكون لهم بالحسبان ويحسبوها صحيح، لان اذا انسحبت الامريكان بالعراق ما راح حد يرحم ما حد يرحمهم ما حد يرحم كل عميل وخاين. يعني احنا هذا خير دليل على ان الامريكان ما بهم امان، واذا انسحبهم من العراق راح تصير نفس التجربه الافغانيه، ما تختلف فشي سياسه امريكا سواء بافغانستان او بالعراق نفس الشيء. فاحنا رساله هاي خلي ينتبهون عليها الولائيين والحجداويين والميليشيات والاحزاب الحاكمه اللي هم يجمع على ظهور الدبابات، يعني لا ينسون تاريخهم الاسود. مقاومه السيستاني ما اعطى بيان رسمي وفتوى شرعيه بمقاومه المحتل. مقتدى الصدر ايضا ما اعطى مقاومه للأمريكان نهائيا، ماكو مقاومة. إذن أنتم عملاء للأمريكان وبنيتوا الحرس الوطني وشكلتوا حكومة وفرق الموت وشكلتوا هاي الميليشيات المجرمة اللي هي أسوأ من داعش. أنتم ما عندكم أمان وما عندكم فد مقاومة حقيقية ضد المحتل. إذا طلع المحتل من العراق أنتم راح تصيرون فريسة سهلة للفصائل المقاومة، إلى العشائر في الجنوب اللي قتلتوا أولادهم، إلى ثوات تشرين، إلى 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 اللي قبل كانوا يتظاهرون في المناطق السنية، كل أولادهم مقبوعين هسه حاليا بالسجون واللي قتلتوهم من وراء الممرات الآمنة. والعراق إذن أنت ترى أنه لا يعول على السياسة الأمريكية؟ بالطبع لا يعول عليهم، والأمريكان هسه ما بيهم ضمان، بلد محتل وإذا طلع صدقني ما حد حتى يقدر ينهزمون هادي العامري وأبو فدك وقيس الخزعلي، لأن يعني الشعب ما راح يعطيهم مجال، راح يدوس على رؤوسهم. صباح من بغداد كان معنا أبو خالد من بغداد. أبو خالد، بعد درس أفغانستان هل ما زال هناك من يعول على الولايات المتحدة الأمريكية، على سياسة واشنطن، على الحماية الأمريكية؟ أبو السلام خالد. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اولا احييكم واحيي قناتكم هاي القناه الوطنيه اللي دائما تكون قريبه على الاحداث وتكون قريبه على واقع المجتمع العراقي، وهي قناه مجاهده تحاول تعطي وجهه نظرها. واحنا هذا الموضوع اللي حدث في افغانستان حقيقه يحتاج وقفه من كل العراقيين ومن كل الخيرين والطيبين اللي موجودين. احنا يجب ان ننظر الى الموضوع نظره تجريديه. نعم. احنا في العراق وهم في افغانستان. العراق بلد عمق تاريخي وهو جمجمه العرب وربح الله في الارض. اذا اخفق في يوم من الايام او مر في محنه من يوم من الايام، احنا بكل خلينا نكون مجردين من نعم. كل المذاهب ومجردين من كل العواطف، ننظر احنا وطنيين. الجيش العراقي دائما وابناء العراق وقفوا في يوم من الايام صخره بوجه اكبر قوة موجوده في المنطقه، وحطموا هاي القوة طيلة 8 سنوات. لكنه دخول أمريكا للعراق ودخول أمريكا لأفغانستان جعل مفارقات عجيبة وغريبة. هو شق الصفوف وبنى قواعد تكتيكية أراد من خلالها زرع الفتنة والطائفية بأبناء الشعب العراقي، وفي بعض الأماكن نجح. ولكن كل الإخفاقات اللي حصلت طيلة هاي الفترة اللي أرادت من خلالها أمريكا أن الشق الصف العراقي، نحن نختلف في وجهات النظر، نحن نختلف في 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 افكارنا وفي عمقنا الاستراتيجي وفي عمقنا العقائدي، ولكن نلتقي في العراق. العراق بلد لا ممكن لكل قوى الظلام ان تنكس رايته. اللي حصل في افغانستان هو دليل على فشل امريكا، الفشل الذريع. هو هذه النقطه الاساسيه، هذه النقطه نعم. اللي نوصلها هو هذا التساؤل المهم في الحلقه. هل ما زال هناك من يعول على الولايات المتحده نعم. الامريكيه؟ يعني تدري انت الامريكان نعم. اجوا بال2001 على افغانستان وقالوا احنا جايبين الحريه والديمقراطيه نفس ما جابوها للعراق، نفس ما قالوا بالعراق نعم. واحنا جايين نعم. نقاتل الطالبان والقاعده، وصنف الطالبان حركه إرهابية وحاربتها وقاتلتها، وبعدين شو قعدوا الجماعة وهاك أخذ وراء 20 سنة بعد ما صرفت مئات المليارات من الدولارات وطلعت وعافت جماعتها وطلعت، اللي شرد شرد واللي بقى مثل ما شفنا بعضهم تشلب بالطيارة وقع بالسماء.
ولا يزالون موجودين هم. نعم. أبناء بأمريكا ومعاونين أمريكا واللي مخلين إيديهم بيدين أمريكا عمرها ما نفعت إلى شعب بالعالم. لكن إحنا ننطلق من أي منطلق؟ يقول الإنسان نوبات يستفيد من أخطائه، يستفيد من عذر الزمان، ويستفيد حتى من أخطاء الآخرين. أكو قول يقول رحم الله امرأ رجع إلى الحق فرجع. نحن أبناء العراق منذ شبابنا إلى اليوم فدينا نفسنا لهذا الوطن. إيران قاتلتنا أكثر من 8 سنوات، الإرهاب قاتلنا، ولكن نحن نلتقي باسم العراق. فهذا الدرس اللي حصل في أفغانستان خلي يعرف كل الشعب العراقي أنه أمريكا ليس لها إلا الأذية والدمار على هذا الشعب. يجب أن ننهض، ويجب أن نعتمد على أنفسنا، ويجب أن نترك كل الخلافات العقائدية والمذهبية وننطلق من انطلاق واحد أنه إحنا هذا وطننا لازم يحتوي الجميع بكل أفكاره، ولا داعش ولا القاعدة ولا أي قوة في العالم تستطيع أن توقف وجه العراقي إذا اتحد. فمن خلال قناتكم الموقرة والمحترمة والمباركة أناشد بصوتي إلى كل أخواننا المستمعين وإلى كل فصائلنا وإلى كل قوانا السياسية أنه تتحد وتبني العراق بإمكانه أن يعيش الكرة الأرضية كلها. العراق مو عايز، العراق أبو الخير، ولكن يجب أن ننظر إلى العراق بلد يجب أن يعود كما كان في السابق، وإن شاء الله يكون هذا التطور يحفظ العراق ويحفظ العراقيين. وأنتم ظهرنا وأنتم أهلنا، وإحنا أنا اللي أحكي وياك ما يهمني من الغربية ولا من الشرجية، أنا أعرفك أنت أخوي عراقي. الله يبارك فيك. الله وكل يسلمك. اللي يحاول يزرع الفتنة بيناتنا فهو خائب وخسران. أحسنت. إن شاء الله في الدنيا والآخرة. أحسنت. أنا أشكرك أبو خالد من بغداد كان معنا. أبو علي من أبو غريب، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يحفظك إن شاء الله. الله يسلمك ويخليك ويحفظك. هاي التجربة مال طلبان. نعم. أنا أعرف كل شيء. كانت باليابان، أحكي لك من البداية، كانت باليابان الميليشيات واحد يقتل الآخر. تقصد في فيتنام؟ في فيتنام نفس العراق، نفس العراق. أنا قرأت من 65 لحد هاي اللحظة، ويجوز على قولتهم المثل طول العمر. أنا من 65 سلمتها اليابان. قال لهم فيتنام، تقصد فيتنام وليست اليابان. فيتنام، لا اليابان، والله اليابان، والله وحق الله. شلون؟ من 65 ايه يعني سلمتها الامريكا المال والحلال مدري شو. اليابان خسرت في الحرب العالمية الثانية عام 1945 اليابان، وكانت اليابان امبراطورية. نعم. هسا احنا عندنا تساؤل مهم بعيدا عن استحضار التاريخ. هل ما زال هناك من يعول، لا مو عندنا اتصالات، هل ما زال هناك من يعول على الولايات المتحدة الأمريكية بعد انسحابها السريع والمفاجئ من أفغانستان بعد 20 سنة؟ هذا التساؤل. هذا على متجربة تصير بالانتخابات باي السنة شهر العاشر. وجاي يدعبون على الميليشيات الموجودة بالعراق، يعني بالانتخابات شي يسوون ما يسوون روح يعرفونهم شخص، يعني يتعرض من الميليشيات على الانتخابات. والله العظيم يسحقون أبي الميليشيات مثلا يتدخل فيها الانتخابات. هي المصل الأصيل يعني. بعد يعني. نعم، ما جاوبتني على التساؤل. نعم. أنت كمواطن عراقي بعد اللي شفته بأفغانستان، هل أنت عندك ثقة بعد بالسياسة الأمريكية؟ هل هناك مبررات لانسحاب القوات الأمريكية بهذه السرعة؟ والله أنا أكره ما أكره الأمريكان على قولته بالمثل. بس الأمريكان يعني على قولته بالمثل هاي خطة من رب العالمين. يعني في البداية الأمريكان ما كانوا هنا وحسبوا هالحسابة وشافوا من يفكر
من اللي جاي واحد ببغداد يقتلونه، والعسمة عمر مدري يقتلونه، وحتى اخواني كانوا متدينين قتلوهم. واحد الشيخ علي واحد لقيناه مدينة الطب قتل حاكم الزامل، حاكم الزاملي والله العظيم عرف سني وقتله. يلتحقون عليهم خطوة 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 خطوة، وبعدين علي قلت بالمثل عفوهم واحد واحد. نعم. كان جماعة الشهدي أو أي واحد أبو علي من أبو غريب كان معنا اتصال آخر. أبو أحمد من صلاح الدين. أبو أحمد، بعد أفغانستان هل ما زال برأيك هناك من يعول على السياسة الأمريكية، على الحماية الأمريكية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله الأمريكان ما عندهم من بعد خلاص. يعني عندها هاي الحكومة الطاشلة أن تفض على نفسها إطراء الشعب العراقي وتهد السجناء، هاي يعني ما عندها غير هاي بعد. يعني شكرا أبو أحمد من صلاح الدين كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. طبعا أصدر مشروع تكاليف الحرب تحديثا لتحليلات دورية تظهر أن حرب أفغانستان كلفت الخزانة الأمريكية حتى الآن أكثر من تريليونين ومئتين وستين مليار دولار، ويقدر التحليل بأن 241 ألف شخص أو 41 ألف شخص لقوا مصرعهم، يعني ربع مليون شخص في حرب أفغانستان، من بينهم 2442 من أفراد الجيش الأمريكي، وانتحار أضعاف هذا الرقم إضافة إلى مقتل ما يقرب من 4000 متعاقد مع الجيش الأمريكي وأمريكان هم طبعا، كما أشارت إلى مقتل 1150 شخصا بين عسكريين ومتعاقدين من دول التحالف الدولي، إضافة لمقتل نحو 141 ألف أفغاني من بينهم 43 ألفا من عناصر طالبان وما يقرب من 60 ألفا من عناصر الشرطة والجيش الأفغاني، إضافة إلى 38 ألف مدني أفغاني. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق انتصار طالبان في أفغانستان بأحد أعظم هزائم الولايات المتحدة الأمريكية، وقال بأن ما فعله جو بايدن بأفغانستان أسطوري وسيصبح أحد أعظم الهزائم في التاريخ الأمريكي. ودعا ترامب الرئيس الحالي جو بايدن إلى الاستقالة بعد النصر العسكري الذي أحرزته حركة طالبان في أفغانستان، وبسبب ما اعتبره سوء تعامل الإدارة الحالية مع عدد من الملفات الداخلية، خاصة في ظل عودة تفشي فيروس كورونا بصورة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. معنا اتصال أبو صباح من الفلوجة. أبو صباح، بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان، هل برأيك ما زال هناك من يعول على السياسة الأمريكية، على الحماية الأمريكية؟ طبعا لا. نعم. بس أنا عندي موضوع بدي أحكيه، ما حد يركز علي. يعني جيش قاعد يضعف، جيش أمريكا هزت من أفغانستان وليس انسحبت أمريكا. شنو الموضوع؟ عيد شنو الموضوع؟ نعم. عيد 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 حلو. كلامك. نعم عيد كلامك أبو صباح. ما حتى الجواب يقول ليش أمريكا هجمت من أفغانستان وليس انسحبت. أيه؟ أمريكا هجمت لأفغانستان. نعم. لماذا؟ لأن شعب أفغاني من 2001 لحد 2020 وقفهم
لغاء بالامريكان. فارقم القوات الامريكيه على الهزيمه ارقامهم، وليس من ولاهم مثل ما بعض احترامات الشعب العراقي كله على راسي. اخو الشعب العراقي يؤيد قضيه قوى العراق، واخو شعب اخر من الشعب العراقي يؤيد الايرانيه قوى العراق. نحن لا نريد القوات الامريكيه تبقى بالعراق، ولا نريد القوات الامريكيه تبقى بالعراق، احنا نريد العراق العراقيين الشرفاء مو العراقيين جوا على الدبابات. نعم. أنا أشكرك. نعم. أشكرك أبو الصباح من الفلوجة كان معنا. أبو فلاح من الأنبار. أبو فلاح، بعد درس أفغانستان هل برأيك هناك من يعول على الولايات المتحدة الأمريكية؟ أبو فلاح تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا ريت نص التلفزيون للأخير. أوكي. تفضل. نعم تفضل. ويحن موضوعنا عن أفقه والتصريح الواقع كي شلون تسمعني زين؟ يعني أنت متصل أبو فلاح، سألتك أني قلت لك بعد انسحاب أو هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان ورجوع طالبان، هل برأيك ما زال هناك من يعول على السياسة الأمريكية، على الحماية الأمريكية؟ أستاذ، أمريكا تعتبر هذا ثأر لها، يعني بعد الخسارة وبعد الهزيمة تعتبرها تدمر أفغانستان بحجة الدحر الإرهاب، بحجة المحاربة، وترجعهم مرة ثانية اللي كانت تعتبرهم إرهابيين وتقعد وياهم تتفاوض؟ شلون يعني؟ شلون يعني هي اللي شلون يفهم؟ هي اللي هي كانت فيها خطة مدبرة وانسحاب، خلت العملاء أمريكا تنسحب وصفت الطالبان، هذول من سلموا يريدون عذر حتى يطبون أفغانستان، يريد يدمرون، يريد يعني احتلال سياسي بحجة الحماية وحجة ما هم كانوا هم كانوا موجودين في أفغانستان، هم كانوا مسيطرين وعندهم حكومة موالية ويدعموهم ويدربوهم 20 سنة. هذول حكومة كلها لما يقولون سلحوا الجيش 100 مليار دولار، صحيح لو من الجيش الأفغاني، الجيش الأفغاني هذه كلها تجارة، هذه كلها تجارة أمريكية، هذا مو من أجل القوة، من أجل التجارة الاستفادة. إذا ثقة في الحرب في الشرق الأوسط أو في آسيا، أمريكا يعني حتى لمن تبيع السلاح، لمن تبيع سلاحها؟ يعني قادة الطالبان يقول سنشكل حكومة اشتراكية ونعمل مفاوضات أي، ولكن الحكومة كلها انهزمت، الحكومة الأفغانية كلها انهزمت، انهزمت بسبب عمالتهم، لأن هم عملاء الأمريكا، وهذا بسبب العمالة سلموها، يعني انطوهم إذن، يعني أكو لعبة مثل ما احتلوا العراق بحجة سقوط النظام، بحجة فهم. أنا أشكرك أبو فلاح من الأنبار واعتذر عن المقاطعة، لأن عندنا اتصالات. أبو حسن من بغداد. أبو حسن، هل برأيك تصح المقارنة في حال انسحاب القوات الأمريكية من العراق بهذه السرعة؟ هل سيبقى أحد من الطبقة السياسية الذين جاءوا مع الأمريكان في عام 2003؟ أخي، أول شيء إحنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. أول شيء إحنا ما نعول على الأمريكان، لأن الأمريكان هذا تاريخهم أسود، يخدعون الشعوب ويقولون إحنا رح نجيب لكم الرفاهية والخير والطمأنينة والسلام، هم كلهم كذب، هاي سياستهم هم من زمان. يعني العراق هو شنو كان بي، هم جاي سوت مؤامرة على العراق وعلى بعض الدول، فلا حد يعول على الأمريكان. الأمريكان طول عمرهم تجار دم، يعني يعتاشون على الدماء العربية، يعني خصوصا الإسلامية، لأن هم يعني سووا العراق، جابوا الدمار وجابوا أتباعهم الطائفيين واللي يحبون الدم، هم ذولا تبعية الدم، ذولا وياهم. فذول الأمريكان لا حد يعول عليهم، وعمرهم ما يسوون لهم أي شيء. يعني نسيتوا مال أبو غريب، السجون سووا بيع بالناس، فهم تبع، يعني ذولا التبعية، هم ذولا كلهم خونة. وأمريكا ما عدا صاع صديق، يعني حتى المتعاونين مال أفغانستان المتعاونين وياهم عافوهم، يعني خلوا تكرم أجل لكم الله الكلاب أحسن من العملاء. شوفوا شلون أخذوهم، يعني يا أخي شلون وصلت
هيك يعني دناء عندهم الامريكان. والله العظيم يا اخي يعني العميل طول عمره خسران. انا قلت سابقا ينباع بسرعه يعني اجلك الله الكلب اخذوه بكل امان وصعدوه على حسب الوصول. هم العميل دائما خسران. وان شاء الله يتحرر العراق ان شاء الله عزم جهود العراقيين الشرفاء الوصلاء اللي ينتمون للعراق الاصيل، العراق البلد هذا الارض الطاهره، ان شاء الله يتحرر العراق ولا حد الامل يوقف عنده. الامل موجود ما دام الله موجود، الحق هو ظاهر. انا اشكرك ابو حسن، اشكرك ابو حسن من بغداد. اسامه من كركوك عندنا دقيقه، تفضل اسامه. اهلا بك تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. ان شاء الله بحول ان شاء الله نشوف يوم اسود مثل ما شفنا دور الاهليكم الامريكان. ان شاء الله دور نهايتهم قريبه ان شاء الله. خطيت نقطع عليهم ان شاء الله، خطيت المهجرين، خطيت السجون، خطيت كل واحد من ضرب العراق. ان شاء الله نشوف يوم اسود مثل دول شوف عافوها وخلوهم لان العملاء وعمر العميل هو ما له قيمه عنه. نعم أنا أشكرك أسامة من كركوك. طبعا في خبر بأنه بعض الساسة في العراق غيروا من لهجتهم تجاه المطالبة بالخروج الفوري المباشر للقوات الأمريكية من العراق. يبدو أنه هناك من يعني وصله الدرس. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.